الله رشيدة المراكشية <applause> <applause> معنا أولا السلام عليكم وتنرحبوا بكم معنا في دارنا مرحبا بكم وبالمجلة ديال غالية شرف كبير لنا أنكم تكونوا معنا وتشرفونا في دارنا اليوم مرحبا وألف مرحبا أه وهو في الحقيقة أنا كنت في الرباط كنت عايشة مع الأخ ديالي الكبير وكنت خدامة تما سو so الراجل ديالي دي بلاصة دي بلاس من الإمارات للمغرب صافي تما تلاقينا كان هو المسؤول علينا بقينا خدامين واحد الفتره كتحس حنا فتينا المغاربه خصوصا المره المراكشيه راه تبارك الله تيقولوا عليها مجبده مطرقه تنحس بان راه كاين شي مويول ماشي داك المدير اللي هو تيحكر عليك تيحكر على شي وناقص عليك المهم حسيت بشي حاجه كاينه بقات هكاك الوضع غادي حتى لواحد النهار قال لي نيشان ما واحد المره قال لي راك تتشبي لواحد السيده تنبغيها طططط عرفت راه دقان عليا اعترفي له رسمك اعترفي لي <applause> <applause> فهمت بان راه دقان عليا مي كتعاود ثاني المهم تنتبت و تنتقل حنا تبارك الله راه خاطرين تبتنا دقنا مره اخرى رسم النص رسم غير عيني هكا باقيه عندي لدابا محتفظه بها صافي مره اخرى شافني ديك التباته كثرات ويقولها لي نيشان قال لي راه بغينا نتزوج وكذا كان شويه ديال الاعتراض من العائله وتخوف ان شي نهار يمشي لبلادو ويخليني وطططط طيب ولكن انا كان عندي واحد الاحساس انني حاسه بالامان تامة واحد الاحساس لا يوصف ما نقدرش نوصفه سو قلت لهم لا صافي بغيت نتزوج انا بهذاك السيد هو اللي غادي نكمل معاه الحياه انا حاسه براسي مرتاحه وفي امان لا معاه والحمد لله حنا تزوجنا وانتجنا هاد الميلونج هذا بقيتي <applause> دي راجل ديالك <applause> اه بقيت راجل بقيت نتسنى كاين السيده مازال ما لقاتوش باقي فضحات لنا الدنيا كامله ومازال ما لقات هذا راجل وشوفي تا بلادنا الحمد لله راه فيها الخير والبركه هي معامله كاك الله كل بلاد فيها الزين والخير ما نقدروش نعممو آه الا جاب لي الله شي حد من بلادهم اللي هي بلاد با الله يسخر انا ما غاديش نقدر نمنعها حقا هذاك حتى ما نقدر نقول لها شي حاجه واذا لقات شي شخص نيت هنا مناسب غير هنا تيجيني انا شويه ثقيل لان الراجل اللي غادي يقبل على بنتي في هذا الدومين شويه قاصحه ما تنظن الا قبل اليوم غدا غيطلع ليه الدم هذا هو التخوف اللي عندي وما الحمد لله راه فين ما مشيتي الخير موجود الا لقينا مع هذا الراجل ما عرفناه منين وهي في الحق ماشي بمفهوم ديال انها غريب ولكن تنستغرب اكثر شي حوايج عندهم حنا ما كبرناش فيهم حتى حنا الحمد لله عندنا ثقافتنا وتقاليدنا زوينين ولكن حنا ما كبرناش في هذوك الحوايج اللي قلنا ديال ان المراه كتقدس ما عرفتش واش في بلاد راجلي كامله او لا في الفئه ديال الناس المسلمين لان انا شفتها بحكم ان تنعاشر عائله راجلي داك الشهر اللي تنمشيو اولا 45 يوم تنشوف هذاك الشيء ان الويس خواتات الزوج ديالي كلهم يحترموا الازواج ديالهم هو الا دخل خصها هي توقف حنا الا دخل الراجل آه لا لاباس اجي تجلس الناس يغسل يديك الا بغيتي تاكل ما بغيتيش هانيه هي لا واخا يكون عند الضيافه كتقول لك سمحي لي يا راجلي راه دخل بغيت نمشي نعطيه وقته كتوقف عليه غسل تعطيه ماكلته تحترمه اللي زاد الغرابه ديالي اكثر هو ان الى دخل كاع ولقانا جالسين ماشي بحالنا حنا لقانا جالسين نقدر راجلي يجلس تما يتمغ لا هو ديما خصو يجلس فواحد المرتبه اللي هي اه هي يمكن لا تجلس في الارض او لا تجلس في شي بوفه شي كرسي اخر هو لا خصها توقف هي تيجلس هو بلاصتو عاد تجلس عاد زياده ديال الماكله انها ما خصهاش تخلي ليه اللي بقى في في الطاوة أو لا في الطنجير أو لا خصها تحط ليه هو الأولى تقاد له مسائله زوينة مقادة عاد تاكل هي ملي تنقول أنا علاش خلي زعما بلا ما ت تخلي فيهم تتقول لي اللاعب انني ناكلو حنا ونخلي ليه المهم عندهم هما الزوج مقدسين لواحد الدرجه في الحقيقه زوينه زوينه ماشي عيب زوينه يا ريت لو كنا تربينا على هكا كي لقينا راسنا ما تربيناش على هكا وهاد الصداق سبحان الله العلي العظيم انا راه تنعرفها قبل ما ناخذ الزوج ديالي غشينا غشينا <applause> غشيتي الوالد ايوا <applause> ضري معاه قول لي عاودي رجعي شوف نضربوا صداق جديد كنت كنعرفها قبل كنت كنعرفها على الهنود بحكم أنا تنتفرجوا في افلام الهنود وداكشي ولكن حتى سبحان الله العظيم حتى من عائله راجلي حتى الزوج ديالي يكون دار مع خواتاته كاملين كلهم وفر لهم الدار عاد زوجي هو هكا تيكون عندهم اي ولد الا كان في العائله خصو يتحمل مسؤوليه خوته والولد والوالد ديالو كان بقي في الحياه تيزوجوا الخواتات كاملين عاد يفكر هو في راسه. يعني الزوج ديالي خدا الخواتات الأرض يا يعني اما الارض اولا الدار كلهم اغلبيه الدار خصهم يعطيهم الحوايج كاملين الذهب انت مولات الخير ماشي خويتي ولا سنيسلا الكيلوات <applause> كيل على حسب كل عائله عرفتي عائله كل شيء طبقات يا اما نص كيلو كيلو رابعه المهم خصو ماشي بحال خاتم ولا لا خصو يكون يعني البنت ملي كتزاد هما تيجمعوا لها هذا هو العريس تبارك الله ما شاء الله نتمنى الاخ يكون منهم تملك السوا ديالو التقليديه ديالهم هما اللي دياله تيشريوها وهي تيدوش في الحمام وتيجي <applause> <applause> كل شيء الصدق هو داكشي اللي تيعطيوه هما ان تيعطيوها الدار كيعطيوها الحوايج كاملين الدار تكون مفرشه خصو عندهم صعوبه ديال البنت تما الا ما عندهاش هذا الشيء صعوبه مم. انها تتزوج واخا تكون ايه من الجمال خصها يكون عندها هذه المؤهلات تكون عندها الدار واجد واجد هي تيدوش قلت لك وتيجي هي تيغسل وتيجي قلت لك اللبسه هما اللي تيشريوها لك كيهيئوا بنتهم تيشريوا لها حوايج العرس تيشريوا ليه حتى هو تبارك الله ما شاء الله ياك الا كان طلاق يخرج يتيخاو ايه زيدي وزيد الله يعاون لان كل شيء ديالها بدات شويه مع هذه التكنولوجيا وهذا الشيء بدات شويه هذا الشيء كيتغير ولكن باقي <applause> كاين والزوج ديالك ما كانش زعما ضد هذا الشيء شاف زعما بانك انت اللي كتخدم معليش يجي الزوج ديالي حتى المغرب ويشوف بنت البلاد مراكش يوبا تسنى <applause> تعطيه الصداع وتما بقى مسكين ولا عطاني صداقي اه لا عادي لا تقبلها حيت هو جا عارف الثقافه ديالنا هو الزوج ديالي كان واحد النوع من اللي يلاه جا أه ما شاء الله سبحان الله كان تي يبغي تي يعرف بغي يكتشف كان ما تيعرف حتى حاجه حنا مازال ما تنعرفوش لونغلي بزاف يا سنو غود هادشي اللي تنعرفو معاه حتى هو تيعرف لونغلي ولكن الكلمه اللي تنخرجوها حنا من فمنا وتتداول عندنا بزاف تيقيدها راه كندير واحد المجلد اش غنقول لك من هنا حتى ليه وخا يجيبوا الكلمه اللي يسمعها تتداول بزاف تيكتبوا وحنا ما كناش عارفين هذه المساله في الاول فاش يلاه جا وكان عنده شي صحابو في لافاك تيعرفوا لونجلي وتيمشي عندهم تيبداو يشرحوا ليه كان كنقولوا شي كلام حنا ما خصوش يتقال ملي تيطلع لنا عرفتي شي مسؤوله طلع عليك الدم اش بغيتي ملي تيسولنا تيقول اش كتقولوا لا لا تنقولوا ليه هاني خير خير ما تنقولوا والو هو راه داكشي حفظوا وسجلوا حتى ولا تيضربنا به <applause> داك الكلام اللي حنا عايرنا به ولا تيقولوا لنا تقولوا لي اه اش قلتي تيقول لنا فاين فاين زعما راه فهمتي اعطينا العصا باش يضربنا صافي عرفنا عرفنا بان راه تيكتب لدرجه مشى يتعلم سيارة التعليم وحفظ مزيان وكتب ثاني كل شيء هذاك الشيء بلغته هو ماشي حتى بلونجلي وملي مشى دوزوا ليه الامتحان سولوه جوج المرات صافي قالوا ليه نوت قال لهم لا سولوني كل شيء يا ودي نوض فحال كان نجحتي قال لهم لا سولوني كل شيء كيفاش تحفظتي باليوم ويجبد لهم هذاك والله الا خداوه من عنده خلاوه تذكار عندهم قال لهم هو كل شيء حفظته باللغه ديالي وكتبته كان تيكتب اي حاجه سمعها اي بغى يتعلم وفعلا دابا الا سمعتي راه تقولي مغربي معلم كل شيء الثقافه وكلشي وكل شيء كل شيء المهم كل شيء اللي في راسك راه عارفه هذاك السيد ولا مغربي راه تبارك الله راه غادي 30 عام هو في المغرب تنتمنى للوئام اول شيء هي ان وئام في خاطري بزاف لان بغات تسافر تخليني وانا معتمده على وئام مليار في المية ما نخرجش الا ما خرجت انا وياها أه ما المهم في الدار ضروري خصها دير ليا شي حاجه الا طالع ليا الدم باش تضحكني باش نتناقشوا باش نتمازحوا المهم وئام يكون عندي واحد الفراغ كبير ما تنساونيش مره مره طلعوا على مهمتكم <applause> <applause> وئام تنتمنى لها التوفيق لان فعلا وئام ماشي حيت بنتي عندي تبارك الله بنت اخرى عندي وليدات اخرين ولكن وئام واحد الإنسان اللي كتله من الحنان كتله من الاحاسيس وليداتي كلهم زوينين ولكن هي دات النصيب الاكبر عندي الاخرين تيحشموا سكوتين ولكن هي تبارك الله ما شاء الله دات النصيب الاكبر من الصغر ديالها والله الا من الصغر بعض المرات تنقول هاد خيتي هادي راه بتخرج شي حاجه كنا برا وكانت تلعب مع لي لينوس ديالها وداك الشيء ما كتهضر معاهم بحال تدير معاهم شي حوار اش بينا نطيبو اش تنقول هادي بتخرج شي حاجه يا اما تحماق فعلا هي حماق لأنك لان كتهضر بوحدها وكتلعب براسها تدير اش بينا نطيبو انت شكون انت لم انت البنت كل واحد كتعطيه شخصيه تنقول هادي بتخرج شي حاجه ولا بتحماق بهذا الشيء اللي بوحدها الحمد لله انه وئام دابا انا فرحانه لا لان حتى في هذا خليتها تمشي فيه لان مادام هي متوفقه في القرايه ديالها ما عنديش المشكل وانا فرحانه لا ملي كنشوفها خارجه و الناس و كيفرحوا بها حتى انا فرحانه تنتمنى لها التوفيق تنتمنى ان شاء الله غير في هذا الدومين انها ترد البال وتمشي وتحافظ على السمعه ديالها وعلى الاسم ديالها وتحاول ديما الاسم ديالها تزيد به القدام ونتمنى لها التوفيق ان شاء الله وشكرا لكم تنتموا وشكرا على الحضور ديالكم الله يكبر بكم